بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الاعتصام بالكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاجتماع لهذه الأمة، الاجتماع على الحق، أمر ضروري، لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ولهذا أمر الله بالاجتماع على طاعته وعلى دينه وتوحيده، فقال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في العبادات من أجل أن يتدربوا بذلك على الاجتماع في سائر أمورهم. شرع الاجتماع للصلوات الخمس في اليوم والليلة، شرع الاجتماع لصلاة الجمعة، شرع الاجتماع في العيدين، صلاة العيدين، شرع الاجتماع في الحج. كل هذا مما يدرب الأمة على الاجتماع فيما سوى ذلك من أمورها الدينية والدنيوية. فالله يحب من عباده أن يجتمعوا، ويكره لهم أن يختلفوا وأن يتفرقوا. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع على سنته حينما يحدث التفرق والاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان الناس في الجاهلية قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء هذا الدين العظيم، كانوا متفرقين، متشتتين، متناحرين، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا، يأكل قويهم ضعيفهم ويعتدي قويهم على ضعيفهم. فلما من الله عليهم ببعثة هذا الرسول وبهذا الدين جمعهم الله على ذلك. فلذلك ذكرهم الله بقوله: واذكروا إذ كنتم أعداء، واذكروا إذ كنتم أعداء، يعني في الجاهلية، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد التفرق جمعهم الله، بعد الفقر أغناهم الله، فأغناهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعهم به بعد الفرقة، وأغناهم به بعد العيلة، فأصبحوا أمة واحدة سادت العالم بالعلم والحكمة والدعوة والجهاد، حتى نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله أمرهم بنشر هذا الدين وتبليغه للناس والدعوة إليه. ولا يمكنهم ذلك إلا إذا اجتمعوا، أما إذا تفرقوا فإنهم ينشغلون بأنفسهم ولا يكون لهذا الدين من يقوم به ويجاهد دونه ويدعو إليه وينشره إلا باجتماع الأمة وائتلاف كلمتها
ولهذا قال: واعتصموا بحبل الله. وحبل الله هو القرآن والسنة النبوية، اعتصموا بحبل الله جميعا، لا يعتصم بعضكم فقط، وإنما اعتصموا جميعا بهذا الحبل الذي طرفه بيد الله سبحانه وتعالى، اعتصموا به جميعا، جميع أفراد الأمة تجتمع على هذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية. ولا تفرقوا، لما أمرهم بالاجتماع نهاهم عن التفرق، لأن ضد الاجتماع ضده التفرق، ولهذا نهاهم الله سبحانه أن يتفرقوا بعد اجتماعهم، بعد اجتماع كلمتهم وأتلاف قلوبهم وتراص صفوفهم، نهاهم الله عن التفرق والاختلاف. وهذا توجيه لنا ولغيرنا من هذه الأمة، وخصوصا في هذه البلاد، هذه البلاد ولله الحمد بلاد التوحيد، بلاد العقيدة، بلاد الدعوة إلى الله، من الله عليها بالاجتماع بعد الفرقة، من الله عليها بالأمن بعد الخوف، من الله عليها بالغنى بعد الفقر، من الله عليها بنعم عظيمة. فلنحذر أن نتفرق بعدما اجتمعنا فيحل بنا ما حل بمن قبلنا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه عاقبتهم، أنه يكون لهم يوم القيامة عذاب عظيم لا يعلم عظمه إلا الله. وكذلك في الدنيا فإنهم يحل بهم العذاب أيضا، فيأكل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتنتهب الأموال إذا تفرقوا، ويحصل بذلك الشرور الخطيرة الكثيرة. فلهذا نهانا الله عن التفرق بعد الاجتماع، ونهانا الله سبحانه عن التفرق وبين أيدينا وبأيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى الائتلاف. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهم تفرقوا لا عن جهل، وإنما تفرقوا ما وعندهم التوراة والإنجيل، كتابان عظيمان من كتب الله. فلذلك توعدهم الله بأشد الوعيد، ونحن أشد من هؤلاء إذا تفرقنا، لأن بأيدينا كتاب هو أعظم الكتب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله توعد اليهود والنصارى على تفرقهم بعدما جاءهم البينات، فإن هذا يعني أننا إذا تفرقنا بعدما جاءنا القرآن وبعدما جاءتنا السنة النبوية أن عذابنا سيكون أشد، لأننا أكبر من هؤلاء. الله تفضل علينا بنعمة أكبر مما تفضل به على هؤلاء، فإذا تنكرنا لنعمة الله وتفرقنا واختلفنا فإن عذاب ذلك يكون أشد. وقد بلغتنا الآيات والبينات: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهي عن التفرق بعد الأمر بالاجتماع، والاجتماع يكون على كتاب الله، لا يكون الاجتماع على أمر الدنيا وعلى مطامع الدنيا، فإن هذا اجتماع يؤول إلى الفرقة، لأن الاجتماع إذا لم يكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فإنه سرعان ما يزول ويحل محله التفرق. أما إذا كان الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فإنه لن يزول بإذن الله إلا إذا زلنا نحن
عن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراطي أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، وصراطه المستقيم هو القرآن، هو القرآن والسنة. وأن هذا صراطي، وقال مستقيما معتدلا لا اعوجاج فيه، ليس هو كغيره من السبل المتفرقة. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أفلتت يداه من هذا الصراط وهذا الحبل فإنه سيتيه في متاهات الضلال، ويكون بين السبل التي لا يدري أين تصير ولا أين تذهب، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ومآلها إلى الهلاك، فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا يا عباد الله، تأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا في كل ركعة من صلواتنا أن نقرأ فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهو الصراط المستقيم، وهو المنهج السليم الذي من سار عليه وصل إلى الله عز وجل، وسلم من الآفات، وسلم من الفتن، وسلم من الشرور، وانتهى به إلى الجنة وإلى النعيم المقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم أهل الصراط؟ قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إنك إذا سرت على هذا الصراط فإنك ستكون مع الذين أنعم الله عليهم من هؤلاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال: وحسن أولئك رفيقا. أما من حاد عن هذا الصراط المستقيم فإنه سيكون في مهاب الرياح، يكون مع الشياطين ومع أعدائه من شياطين الإنس والجن الذين يريدون له الهلاك ولا يشفقون عليه بأي واد هلك. فعلينا أن نتنبه لهذا، فإن اجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهج السلامة، وهو الطريق الواضح المستقيم. ولما كان لا بد أن يحصل بين الناس اختلاف، طبيعة البشر لا بد أن يحصل بينهم نزاع، لا بد أن يحصل بينهم اختلاف، قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله القرآن العظيم، وإلى الرسول، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك ينحسم النزاع، إذا كان القصد الوصول إلى الحق فإنه سينحسم النزاع. ولهذا كان الصحابة ومن جاء بعدهم إذا اختلفوا في أمر من الأمور رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنهوا خلافهم واتفقوا
واجتمعوا، وما كأنه صار بينهم خلاف ولا حزازات. أما إذا كان هذا، إذا كان الاختلاف رائده طلب الحق، إذا كان الاختلاف رائده طلب الحق ومنهج الصواب، كل يطلب الحق وكل يريد الحق، فإننا نعلم ونتيقن أن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وسنجد الحق واضحا بينا. ولكن إنما من كان يستطيع أن يفهم، من كان يستطيع أن يفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يحل النزاع من أهل العلم والبصيرة، فإنهم يبينون للناس القول الحق والمنهج الصواب. أما إذا كان المختلفون من العوام أو من الجهال أو من المبتدئين في طلب العلم الذين لا يحسنون الأخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا يستطيعون أن يفهموا الصواب من الخطأ، فهؤلاء يرجعون إلى أهل العلم، العلم بالكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم من شيء، أي شيء، أي خلاف، سواء كان خلافا في العقيدة أو خلافا في الأعمال أو العبادات أو خلافا في المناهج والسبل، فإننا نرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إلى حكم الله. وحكم الله مذكور في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نرجع في خلافاتنا إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا نرجع إلى رأي فلان وعلان، وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، فإنهما كفيلان بحل النزاع إذا أحسنا الاستفادة منهما. إذا سلمنا من الهوى والانتصار للرأي، فإننا سنجد في كتابنا، في كتاب ربنا وسنة نبينا، ما يحل نزاعنا وينهي إشكالنا. هذا هو المنهج السليم، وهذا هو الطريق الصحيح. فلا يسع الأمة إذا حصل بينها اختلاف بين قبيلة وقبيلة، اختلاف بين جماعة وجماعة، اختلاف بين فرد وفرد، لا يسعنا في خلافاتنا كلها، في عقائدنا، في معاملاتنا، في عباداتنا، في مناهجنا، لا يسعنا عند الاختلاف في هذه الأمور وغيرها إلا أن نرجع إلى ما جعله الله لنا هادياً، وجعله لنا سبيلاً وطريقاً وصراطاً نسير عليه، وهو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السليم والحق القويم الذي من سار عليه نجا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو المنهج الذي يحل مشاكلنا، أن نرجع إلى كتاب الله، أن نرجع إلى سنة رسول الله، أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. فإذا حصل خلاف في مسألة من المسائل بين 2 أو 3 أو أكثر،
فإن الفيصل في ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بإخلاص ونية صادقة وإرادة لمعرفة الحق، ليس الاختلاف، لا نبقى على الاختلاف ونقول الاختلاف رحمة كما يقوله بعضهم الذين يريدون أن يفرقوا الأمة، يقولون الخلاف رحمة وكل يأخذ ما يريد من أقوال العلماء. هذا قول باطل، فلا يؤخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق الكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة عن اجتهاد من صاحبه وطلب للحق لكنه أخطأ، فهو مأجور على اجتهاده، ولكن لا يسوغ لنا أن نتابعه على خطئه وإن كان من أفضل الناس، وإن كان من أفضل الناس ما دام أنه مخطئ. فالإنسان ليس معصوما، العصمة ما هي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم يجتهد ويخطي ويصيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. إذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وأما خطأه فهو مغفور ما دام قصده الحق ورائده طلب الحق، فإنه مغفور له خطأه، لكن لا يجوز لنا أن نتابعه على خطأ. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للجهال، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. وقال الآخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. فالحاصل أنه لا بد أن يكون هناك خلاف، لا سيما بين أهل العلم، لا بد أن يكون هناك خلاف بين العوام، لا بد أن يكون هناك خلاف بين القبائل، لا بد أن يكون هناك خلاف وخلاف. ولكن الحمد لله الذي جعل لنا مرجعا نرجع إليه في خلافاتنا، هذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية باقية بأيدينا، محفوظة من الزيادة والنقصان، محفوظة من التغيير، حتى نرجع إليهما عند الحاجة إلى ذلك وينتهي خلافنا. أما أن يقال كل يبقى على رأيه وكل يبقى على قول عالم من العلماء، فإن هذا هو الجهل والغرور، وهذا هو الغش للأمة. فالواجب أن نرجع في نزاعاتنا واختلافاتنا وأقوالنا وأفعالنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالعصمة من الضلال إنما تكون بالكتاب والسنة. ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا، اعتصموا أي الجأوا وتمسكوا بحبل الله، أي بقرآنه وسنة نبيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذي يقول للناس ابقوا على خلافكم وابقوا على أقوال العلماء المختلفة كل يأخذ ما يريد، فهذا من الغش للأمة، وهذا مخالف لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءنا من البينات ما لم يأتي لمن كان قبلنا من كتاب ربنا وسنة نبينا، فلا يسوغ أن نبقى على خلافاتنا ونزاعاتنا وعندنا كتاب الله
وسنة رسوله اللذان يحسمان الخلاف ويبينان الحق والصواب لمن أراده. هذا هو الطريق الصحيح، وهذا هو المنهج السليم، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فعلينا جميعا أن نتعلم كتاب الله، وأن نتعلم سنة رسول الله، وأن نتفقه فيهما، وأن نستنبط منهما الأحكام التي نحتاج إليها. وقد كفانا من سبقنا من الأئمة والعلماء، كفونا مهمة الاستنباط والاستدلال، فما علينا إلا أن نرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الأئمة وأقوال السلف الصالح الذين يبحثون عن الحق ويريدون الصراط المستقيم. فنأخذ بعد كتاب الله وسنة نبيه، نأخذ بأقوالهم ونقتدي بهم، ونقول ما أمرنا الله به. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه وصية الله لنا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق الصحيح لحل النزاعات والخلافات. وإذا حصل بين قبيلة وقبيلة خلاف فلا يجوز لنا أن نترك الخلاف يستشري وتسفك الدماء. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن الله سبحانه وتعالى أراد لنا الاجتماع، أراد لنا أن نكون إخوة في الله، ولهذا حذرنا من كل ما يكدر، من كل ما يكدر صفو الأخوة وصفو الاجتماع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا نصدق الوشائين والكذابين والمنافقين الذين يريدون أن يفرقوا جمعنا ويشتتوا شملنا. فإذا جاء أحد منهم بخبر أو جاء بكلام فإننا نتثبت منه ولا نصدقه حتى يتبين الأمر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، واللمز هو التنقص، لا يتنقص بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. ثم قال: ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والغالب في الألقاب أنها تدل على الذم، فلا تعير إخوانك بألقابهم التي يكرهونها، لأن ذلك سبب للفرقة وسبب للاختلاف. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه فسوقا، سمى التنابز بالألقاب فسوقا بعد الإيمان. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى مكملا هذه الأوامر الربانية: ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا انتبهوا. نداءات متكررة من الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، فلا تسئ الظن بأخيك، لا تسئ الظن بالمسلمين، الأصل في المسلم والمسلمين الخير، فلا تسئ بهم الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا
لا يتتبع بعضكم عورات بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقوله ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه فإن الله يتبع عورته، ومن يتبع الله عورته يوشك أن يفضحه في قعر بيته. اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. هذه وصايا ربنا سبحانه وتعالى لنا في أن نتجنب هذه الأسباب التي تقتضي الفرقة والخلاف بين المسلمين. نسأل الله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على طاعته، وأن يؤلف بين قلوبهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكفيهم شر الاختلاف وشر الشقاق وشر النزاع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر لسماحة الشيخ هذه المحاضرة القيمة النافعة. هذه بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم العصبية القبلية؟ نأمل منكم توجيه كلمة حول هذا الموضوع. العصبية القبلية هي التعصب للآراء والتعصب للقبائل، تعصب للأنساب، ونسيان ما جمع الله به بين المهاجرين والأنصار، وما جمع به بين العرب والعجم، وما جمع به بين الأحرار والعبيد، وما جمع به بين الأسود والأبيض والأحمر، وهو الإسلام الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قضى على أمور الجاهلية كلها، ومنها العصبية للقبيلة أو العصبية للبلد أو العصبية للشيخ أو العصبية للمذهب، كل هذه عصبيات لا تجوز. والواجب البحث عن الحق ومعرفة الحق واتباع الحق مع من كان، هذا هو الواجب على المسلمين. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن الضمان الاجتماعي، هل هو من أموال الزكاة؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز لآل البيت الأخذ منه إن كانوا في حاجة؟ ما يعطيه ولي الأمر لرعيته يأخذونه ولا يسألون عنه، هل هو من الزكاة أو من غيرها. ما يعطيه ولي الأمر لرعيته أو لأحد من رعيته فإنه يأخذه ولا يسأل عنه. وأهل البيت إذا تأكدوا 100% أن هذا من الزكاة فلا يجوز لهم أن يأخذوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة، يعني الزكاة، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها من أوساخ أموال الناس، لكن الصدقة التبرع والهدية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، الهدية والتبرع لا بأس لأخذه لأهل البيت وغيرهم، إنما المحرم على أهل البيت هو الزكاة، زكاة الأموال. نعم. وهذا يسأل عن حكم السعي في المسعى الجديد. انتظروا إلى أن ينتهي المشروع إن شاء الله ويزول الإشكال، انتظروا، ولا مانع أن الإنسان يذهب إلى مكة ويصلي في المسجد الحرام الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، وأن يطوف بالبيت طواف تطوع، وأن يعتكف في المسجد الحرام
كل هذه عبادات عظيمة، والعمرة تؤجل إلى أن ينتهي هذا المشروع. نعم. وهذا يسأل عن من يعمل في تقصير السيارات هل يزكي أم عن من يعمل في تقصير السيارات هل يزكي أمواله التي عند الناس؟ الذي يسأل عن تقسيط السيارات هل فيه زكاة؟ نعم، هذه ديون، الأقساط هذه ديون في ذمم الناس، فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين ولا يخاف عليها، ليست عند أناس معسرين أو أناس مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أو لا، إذا كان يثق من حصولها إذا طلبها فإنه يزكيها كل سنة، إذا مر عليها الحول يزكيها، لأنها مثل المال الذي بيده. أما إذا كانت على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل ترجع إليه أو لا، فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها منهم فيزكيها عن سنة واحدة. نعم. وإذا كانت غير حالة؟ ولو كانت غير حالة، لأنها ماله في ذمم الناس، كل ما يحول عليها حول يزكيها. نعم. وهذا يسأل يقول ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بحوار الأديان؟ لا حوار بين الأديان، لكن الدعوة إلى الإسلام وبيان بطلان ما عداه هذا أمر واجب، فإذا كان يقصد بالحوار بيان أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه فهو إما دين باطل وإما دين منسوخ ومنتهم بدين الإسلام، إذا كان القصد من الحوار هو هذا فهذا حوار طيب، وهذا يسمى حوار الدعوة. نعم. وهذا يقول ما حكم بيع وشراء المساويك داخل حوش المسجد؟ ما كان داخل جدار المسجد ولو كان جدار الفضاء الذي يتبع المسجد، الساحة التي تتبع المسجد، إذا كانت مسورة بسور المسجد فهي من المسجد ولا يجوز البيع والشراء فيها، لا للمساويك ولا لغيرها. أما إذا كانت الساحة خارج السور، هي من فناء المسجد وهي خارج السور، فلا مانع. نعم. وهذا يقول تعاني هذه المنطقة منذ سنوات من القحط والجذب، وذلك لا شك بسبب ذنوبنا، فنأمل منكم نصيحة حول ذلك. نوصيكم بما أوصاكم الله به، الاستغفار، الاكثار من الاستغفار، فإنه ما أصابكم هذا القحط إلا بذنوبكم، فعليكم بالاستغفار الصادق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الله غفار سبحانه، إذا استغفرته بصدق وإخلاص فإنه يقبل استغفارك ويغفر لك وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار هو أعظم أنواع الاستسقاء وأعظم أنواع الدعاء بالاستسقاء، فأكثروا من الاستغفار صادقين مع الله سبحانه وتعالى، واتركوا الذنوب والمعاصي التي حالت بينكم وبين رحمة الله عز وجل. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ كثر الكلام في جماعة التبليغ بين ناصح بصحبتهم ومحذرا منها، وقد نسب عنكم فتوى تنهى عن صحبتهم، أرجو توضيح ذلك. يا أخوان، نحن في هذه البلاد كما ذكرت في الكلمة، نحن جماعة واحدة وعلى منهج واضح وعلى دعوة واضحة، دعوة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لسنا بحاجة إلى جماعات تأتي من الخارج، لا جماعة التبليغ ولا غيرها، نحن على حق ولله الحمد، فلماذا نترك ما نحن عليه من الحق الذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ونتبع الدعوات الوافدة من هنا وهناك؟ نعم. وهذا يقول كثر في الآونة الأخيرة تطاول في أعراض ولاة الأمر ووصفهم بأوصاف غير مناسبة
من مداهنين وغير ذلك، نرجو التوجيه والنصيحة. هذا مذهب الخوارج الذين مقتتهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم. فالخوارج أول ما بدأ أمرهم كانوا يتكلمون في ولاة الأمور في المجالس ومع من يخلون به من المسلمين، حتى نجم عن ذلك حمل السلاح بين المسلمين والقتال بين المسلمين. فهذا مذهب الخوارج، وهذا مبدأ الخوارج، الكلام في ولاة الأمور في المجالس، هذا مذهب الخوارج، فعلينا أن نحذر من هذا. نعم. وهذا يقول: أنا إمام مسجد وقد يطرأ علي سفر فأوكل غيري للصلاة، فهل يجب علي أن أعطيه الأجر كاملا أم بعضه؟ حسب ما تتفقان عليه، حسب ما تتفقان عليه. وإذا تبرع وطلب الأجر من الله وسد غيبتك في الإمامة هذا أفضل له. نعم. وهذا يقول: هل علي في الأسهم زكاة حين يدور عليها الحول، وكيف تزكى الأسهم إذا كانت في أمور مباحة وفي معاملات صحيحة شرعية؟ فإنها في حكم السلع، ثمنها عند رأس الحول، ثمنها بما تساوي في السوق، ثم تزكيها كما تثمن السلع التي عندك في الدكان. نعم. وهذا يقول: ما رأي سماحتكم في من يقول أنكم تحذرون من المراكز والمخيمات الصيفية التي تقيمها الدولة؟ نحن نحذر من الاختلاف، ونحذر من مذهب الخوارج، ونحذر من القيل والقال بين شباب المسلمين، هذا الذي نحذر منه. أما إذا كانت المخيمات أو غيرها على الدين الصحيح وعلى الحق وعلى تعليم الشباب، تثقيفهم وتوجيههم الوجهة السليمة، فنحن نؤيدها وندعو إليها. وهذا هو ما عليه المخيمات ولله الحمد في هذه البلاد فيما نعلم. إن كان فيها شيء مندسا خفيا فالله هو الذي يتولى أهله، أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. وهذا يقول: كيف تبرأ الذمة عند الله أو أمام الله أمام أكثر من فتوى، وهل يبني الإنسان في ذلك على اجتهاده الشخصي أم يأخذ بالأحوط؟ سمعتم الكلام في هذا. إن كان الإنسان يحسن ويعرف الدليل فيأخذ من الأقوال ما عليه الدليل من الكتاب والسنة، وإن كان لا يحسن هو عامي أو مبتدي فإنه يسأل أهل العلم أي هذه الأقوال هو الصحيح فيأخذ به، يأخذ بما يفتيه به العالم الذي يسأله. نعم. وهذا يقول: نود من سماحتكم توجيه كلمة لأئمة المساجد ومؤذنيها حول أهمية المواظبة على القيام بمهمة الأذان والصلاة وعدم إهمال المساجد. نعم. الواجب على المؤذن والإمام الاهتمام بهذا العمل الجليل، هذا من أجل الأعمال، الإمامة والأذان من أجل الأعمال الصالحة. والمؤذن مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت، والإمام ضامن لصلاة المأمومين، فإن حصل في الصلاة خلل يتحمله الإمام، وإن حصل في دخول الوقت خلل يتحمله المؤذن، وكل منهم مؤتمن على وظيفته، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله، وأن الجماعة في ذمتهم من جهة الوقت، وفي ذمتهم من جهة الصلاة وعدم التأخر عن المأمومين حتى يشق عليهم أو إهمالهم ويذهب ويتركهم لا يجدون من يصلي بهم، عليه أن يتقي الله. لكن إذا عرض للمؤذن عذر شرعي يقتضي غيابه فليلتمس وكيلا صالحا للأذان، وإذا عرض للإمام عذر شرعي يقتضي تغيبه
فعليه أن يلتمس للإمامة من يقوم بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يجد فإنه يذهب إلى شؤون المساجد، يذهب إلى مكتب شؤون المساجد ويطلب منهم أن يختاروا من يقوم مقامه مدة غيابه، ولا يترك المسجد ويذهب. نعم. وهذا يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ حرام. صبغ اللحية بالسواد الخالص حرام، أما صبغها بالسواد المختلط بحمرة أو بصفرة، يعني سواد غير خالص، فلا مانع من ذلك. نعم. وهذا يقول: ما حكم من واجه شخص معين لا يعرف اسمه فيقول له يا محمد؟ لا يقول له يا محمد وهو ما يدري هل اسمه محمد أو لا، لكن يقول يا أخي، يقول له يا أخي يا أخ. نعم. وهذا يسأل عن حكم بيع فيز العمال. لا يجوز هذا، لأن هذا تمنعه الدولة، الدولة تمنع بيع الفيز فيما أعلم، وهي إنما تمنح الفيز للمحتاج الذي يحتاج إلى عمال، أما الذي يأخذ الفيز ليتاجر بها فهذا أمر لا يجوز. نعم. وهذا يسأل عن حكم، أو هذه تسأل عن حكم إنزال الجنين في الأشهر الأولى لسبب طبي. لا يجوز إنزال الجنين في أي وقت إذا استقر في الرحم، فلا يجوز إنزاله إلا إذا قررت هيئة طبية، أنه من الضروري إنزاله، فحينئذ يعرض تقريرهم على العلماء، يعرض تقريرهم على العلماء الذين يتصدرون للفتوى، فإذا أفتوا بإنزاله ينزل. نعم. فلا بد من أمرين: أولا تقرير طبي موثوق، ثانيا فتوى من الجهة المسؤولة عن الفتوى في المجتمع. نعم. وهذا يقول: سماحة الشيخ، ما رأي سماحتكم في من أشغلوا أنفسهم بتصنيف الناس وتتبع زلات العلماء والدعاء وطلبة العلم أحياء وأمواتا، ونشر أخطائهم بين عامة الناس، والتحذير من علماء ودعاة بأسمائهم، ونبذ إخوانهم ممن لا يوافقونهم على هذا الاجتهاد بالمبتدعة، وهجرهم والتحذير منهم، وربما اختلاق الأكاذيب عليهم حتى تركوا الصلاة خلف بعضهم، وامتحان الناس بالأشخاص ولاء وبراءة، وهم في كل هذا يزعمون أنهم المستحقون لاسم السلفية دون غيرهم، ويشيعون بأنكم يا سماحة الشيخ مؤيد لهم فيما يذهبون إليه، وقد حصل من جراء هذا فرقة عظيمة بين طلبة العلم المعظمين للكتاب والسنة ولسلف هذه الأمة، فما هو توجيه سماحتكم؟ هذا السؤال أطول من المحاضرة. يا إخوان، سمعتم قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عليك أيها المتكلم في الناس أن ترجع إلى نفسك وتعدد عيوبك أنت، أحصي عيوبك أنت قبل الناس، وتب إلى الله عز وجل. الله لم يجعلك رقيبا على الناس تعدد عيوبهم، وإنما أمرك أن تحاسب نفسك أنت. إذا رأيت على أخيك خطأ فإنك توجهه بالموعظة الحسنة بينك وبينه، أما أن تتكلم عنه في المجالس فهذا أمر محرم، وهذا هو الغيبة المنهي عنها. أيضا أوصيكم يا من تشتغلون بهذه الأمور أن تطلبوا العلم أولا، هذا ما حصل إلا من الجهل، حصل من الجهل، فهم جهال يظنون أنهم علماء أو طلبة علم، ثم يتنقصون الناس ويلتمسون لهم العيوب ويعدلون ويجرحون، وهذا شغلهم الشاغل. عليهم أن يطلبوا العلم أولا حتى يعرفوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويعرفوا كيف حتى يعرفوا كيف يقابلون الخطأ من الغير. هذه أمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، تعالج بالستر، تعالج بالتي هي أحسن،
تعالج بالموعظة للنصيحة والموعظة الحسنة، لا تعالج بمثل هذه الأمور التي تؤجج الخلاف بين المجتمع وتكره المسلم لأخيه المسلم وطالب العلم لأخيه طالب العلم، حتى كما قال في السؤال: لا يصلي بعضهم خلف بعض. لماذا؟ ألستم مسلمين؟ ألستم إخوة في الله عز وجل؟ فلماذا لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ إنما الذي لا يصلى خلفه هو الفاسق، هو الفاسق في عقيدته أو الفاسق في أعماله، الذي يظهر عليه الفسق المجاهر بالفسق، هذا لا يصلى خلفه. أما إنسان مستور وإنسان ليس عليه شيء ظاهر، وإنما أنت تتهمه أو هو لم يوافقك على ما تريد، فتتخذ من هذا هجرا له، تتخذ من هذا قطيعة، فرقة، خلاف، كل هذا لا يجوز. نعم. وهذا يرجو أيضا توجيه نصيحة للأزواج المعددين بالعدل بين زوجاتهم. قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يكون في أربعة أشياء: في النفقة، في الكسوة، في المبيت، في القسمة. يكون في أربعة أشياء: يكون في النفقة، في الكسوة، في المبيت، في العشرة. نعم. من القسمة المسكن، أربعة أشياء: الإنفاق، الكسوة، المسكن، المبيت. أربعة أشياء. من لا يستطيع القيام بهذه الأربعة لا يجوز له أن يعدد الزوجات. نعم. بهذا نختم على اللقاء، سائلا المولى عز وجل لسماحته الأجر والمثوبة ولنا النفع والاستفادة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.